البطولة بتاعت الدورة الأولمبية 84. ده كده بالنسبة لي البطولة اللي حقيقة من البطولات اللي أسعدتنا والبطولات اللي احنا حاولنا فيها، وأعتقد ان احنا وصلنا لمرحلة فيها مش بطلة وطلعنا من بطل الدورة كلها. يا سلام من الولد هذا جريج تومسون بالرأس، صابت الخشب والمدافع اللي كان رايح كان طالع الكرة لكن المدافع حولها منه، هذه يعني يحسب هدف ضد مصر، ساعد في تسجيله لاعب مصري. حنشوف احنا في الإعادة البقية الوقت. هذا هو جريج تومسون، صابت الخشب وطالع الكرة لكن اللاعب المندفع هون اللي هو يمكن ابراهيم اليوسف، لا مش ابراهيم اليوسف، من هون حشوف اللقطة الثانية. ضربة ربيع، ربيع لابراهيم، ابراهيم صار عند منطقة الجزاء، بدر حامد، طاهر ابو زيد بالراس بيرجع يستردها، وهذا الهدف من عماد سليمان، هدف التعادل من عماد سليمان، واللي عمل له الراس الطاهر ابو زيد، هدف التعادل لمر. هذا وسوف يلتقي فجر الاثنين القادم فريقنا الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط اثر فوزه على كوستاريكا 4-1 وهزيمته من ايطاليا 1-0، يلتقي مع فريق فرنسا الذي يحتل المركز الاول في مجموعته. طاهر ابو زيد اللي عمل الشغل هون، فلتت الكره، يمكن محمد مصطفى عادل.